ودي طبعا لجنه التحكيم ودي الحلبه بقى اللي بيتصرف فيها. اتفضل يا كبير، اتفضل 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 اتفضل. بص بقى، انا ما بحبش بقى الايه اللي يسيب التفاصيل الصغيره، يعني حاجه زي ايه ده ايه ده، والله العظيم في قشره لب على كتف حضرتك بهشها بس. شكرا يا باشا، ممكن اقعد يا مولانا؟ ايه قشر اللب خير يا معلم ناصر؟ كان حاجه اسود دول كان هيموتوا عشان قشره لب دي. رجاله الراجل اللي تحت دول شكلهم اخطر من رجاله ناصر، انا خايفه قوي يا سيد. فخر الزفت ده ما بيردش عليا من الصبح ومع الريموت. اهو فخر جه. فخر 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 فخر. انت كنت فين يا فخر؟ انت اللي سايب ناصر لوحده ليه؟ ومين الناس اللي قاعدين تحت دول؟ في ماتش مهم بيتلعب هنا، واللي تحت دول اخطر ناس في البلد. ها فين الريموت؟ ريموت ايه؟ الريموت يا فخر، فين الريموت؟ ما تحورش. الريموت. انا مش قلت لك هاخده شارع عبد العزيز عشان اجيب له جراب؟ المتخصصين هناك قالوا لي مفيش جرابات مقاسه دلوقتي وسيبه لنا. نهارك اسود سبته لهم؟ فخر ما توقعش قلبي، فين الريموت؟ وانا لو قلت لك يعني قلبك مش هيقع؟ قول يا عم. انا هقول لكم الحقيقه بس بلاش افوره. انا في واحده كنت بكرنش عليها من فتره، ما كنتش قادر اعترف لها بحبي، للاسف يعني كان حب من طرف واحد. مين دي؟ بطه. بطه مين؟ مدربه البني؟ المبنى الاجتماعي. وده ايه علاقته بالريموت؟ وانا خدت معايا الريموت النهارده الصبح وانا رايح اقابلها، وقلت اقول لها بحبك، لقيتها وافقت كان بها، لقيت وان سايد جيم، هرجع بالريموت لورا وادفن حبي في قلبي ونفضل اصدقاء عمل زي ما احنا. الله، انت سو رومانتك يا فخر. طب قلت لها؟ قلت لها. وقالت لك ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ فخر اوعى تكون اديت لها الريموت هديه. يا ريتني كنت اديته لها هديه يا سيد، على الاقل كنت هعرف اخده منها. امال ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم ايه اللي حصل. يا لهوي عليك. مبسوطة يا بطوط؟ مبسوطة قوي. طب الحمد لله. ممكن بقى نتكلم بجد شوية؟ قول اللي عندك. أنا في حاجات جوايا مخبيها من زمان، وجي الوقت اللي أطلعها فيه. بحبك، مش هقول تاني، وعايزك، وإنتي عايزاني. فرحانة أوي، فرحانة أوي ومبسوطة أوي. يا بطة يا. بس ما تكملش، انا مش قادر اتخيل المشهد المقزز ده. طب هو الريموت باظ كله؟ لا، اتبقت حته منه صغيره قد كده، بطه كلتها. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه في الماتش ده وناصر اللي تحت؟ سيد لو ما عرفش مين اللي هيكسب احنا الثلاثه هنتذبح. للاسف احنا ما قدامناش غير ان احنا نعتمد على الحظ. وبالنسبه لك انت صفي النيه خالص وركز ونشن على واحد، هو ده اللي هنراهن عليه. ها يا ابني يا ابني، هنراهن على مين؟ طب سيبنا اشوف. شوف سيبنا اشوف. شوف حادي بادي كرومب زبد. ايه حادي بادي؟ فين اللي كان بيجيب لك المعلومات في كيس؟ الراجل اللي كان بيجيب مش سافر؟ سافر؟ اه لا اتشقلب. شوف الوضع، نجم اعمل اي حاجه. طيب حاضر، هنراهن على اسمه ايه ده؟ حلو، احنا ان شاء الله هنراهن على مين؟ اسمه ايه؟
على اسمه ايه ده اللي هو جسمه كله عضلات ده وبيلعب ملاكمه؟ يا ابني ما الاثنين بعضلات والاثنين هيلعبوا ملاكمه. طب هو اللي هناك ده اسمه ايه؟ ده طلبه. خلاص هنراهن على طلبه. طلبه؟ اه اخر كلام. طب ده اسمه ايه طيب؟ ده اشرف. خلاص اشرف. يا ابني اشرف ولا طلبه؟ اقول لك احنا نراهن على اشرف طلبه عشان نبقى ضامنين. يا ابني ضامنين ايه يا ابني؟ احنا هنراهن على واحد. طيب خلاص يبقى طلبه. يا ابني اشرف ولا طلبه؟ خلاص طلبه. ما انت لسه قايل اشرف. لا انا كنت بقول لك اشرب. كنت بقول لك اشرب بس انت ما اديتنيش. انا قصدي طلبه. لو قصرت رقبتي دول هيطيروا رقبتي، ساعتها مش هرحم رقبتك. انا كنت عارف انها هتقلب غم. طلبه؟ ايوه طلبه. احنا ان شاء الله هنراهن على طلبه يا ملك. تسلم ايدك بيد من اعدامها. مساء الخير يا سيد المعلمين. سوسو انا مش قلت مش عايز اشوف وشك ده تاني؟ انا جاي اراهن يا معلم. ازيك يا سيد؟ اسم المعلم سيد يا سوسو. ماشي يا معلم. بقول لك ايه؟ انا مش فايقلك النهارده خالص، خش ترزي في اي حته. حاضر يا معلم. يا سوسو انت تايه ولا ايه؟ يا فخر العرب انا جاي راهن. طب يلا. حاضر. لكن مش هقدر اشوف تاني. استرها يا رب. الله طلبة. الله طلبة. يا سيد رهنت على مين؟ اقسم بالله ما اعرف. انت لازم استحوي يقتلك. غالبا طلبة. طلبة ولا اشرف؟ مش عارف اشرف اتلخبط مش عارف مو يمكن يكون اشرف. لا طلبة. طلبة؟ راحتك بقى بس اشرف كان اشك الصراحة. كاسم يعني ولا كلعيب؟ كاسم يا عم وانا هقعد العب معاه. اللي هو بشرطة احمر اه؟ شرطة احمر ده طلبة ما تبرجلوناش. ماشي احنا مش انت اخترت طلبة. ايوه يبقى هو شرطة احمر. صح. يلا. طلبة. يلا اهو. انا أيوة. صح. ايوه. ايوه انا صح. ايوه. ايوه. يلا وهنغير اسمك والله لو فزت. 9 10. باشا انا خدامك والله العظيم. انا ماليش ذنب في اي حاجه. انا سيد هو اللي قال لي على كل حاجه. انما انا خدام حضرتك وسيد هو اللي قال. انا ما قلتش حاجه. حضرتك ممكن تاخد الحلقه ده وتسيبنا عيش بس بالله عليك ما تاذنيش. خلاص ده احنا مش شايفينهم مش هيشوفوك. لا احنا وحشين. احنا وحشين. هنتقتل ليه؟ صباح الفل يا معلم. ده انا كنت ناسي خالص. ازيك يا ساي؟ ازيك يا معلم سوسو؟ بما انكم فكرتوني بايام المدرسة يا اولاد وبناصر الله يرحمه وبمسناهد وبسوسو. على فكرة أنا كان قصدي بسوسو ده أنا سيد مش السحاوي. ما بحبش الكذب يا سيد. مش بكذب والله بس المادة ده تهزيق قوي. لا ما بحبش الكذب. فبما إنكم فكرتوني بالمدرسة فأنا هفكركم بالعقاب
بتاع المدرسة. أنا ما كملتش علامة يا معلم. ما أنت هتكمل يا فخر العرب. هتكمل وهتاخد دكتوراه دلوقتي. طب أنا مالي يا معلم؟ أنا لو قلت لك سوسو ولا سرقت منك الفلوس. أنت بالذات يا كبرتاج هتتعاقبي قدهم هما الاتنين. عارفة ليه؟ عشان اتجوزتي الحيوان ده. فاهمين؟ فاهمين يا معلم. يلا. لا القاضي بتضايقني، انا مش عاوز اسمع القاه، انا عاوزكوا بقى ترجعوا لايام المدرسه وتفتكروا النشيد بتاع الصباح. اه ياني 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 مش هعمل كده تاني. ياني ما بتقولوا عاش بنفسي. من غير نفسي هتلعب. انا عايزكم تقولوها بضمير. طب اغني لك مدينتي يا معلم. ايتاش ريتاج انت نمتي؟ اه انا رجلي وجعاني قوي مطرح المد، ما تقومي تعملي لي عليها كمادات. مش قادره يا سيد، رجلي مفقفقه. طيب تعالي نقوم نتمشي شويه يمكن الوجع يروح. هو انت قادر تمشي؟ انا مش همشي على رجلي، همشي على ايدي. زمان في المدرسه لما كنت بتمد كنت بقوم اتمشي على ايدي شويه وجع رجلي بيروح على طول. مش قادر يا سيد، روح انت، والله ما قادره. لا لا والنبي تعالي معايا، اصل وانا ماشي على ايدي ببقى شايف كل حاجه بالعكس وببقى زهقان جدا، فتعالي معايا سليني. ايه ده؟ هو النادي فاضي كده ليه؟ مش المفروض النهارده اجازه والناس بتيجي؟ لا يكون كلام صفوت صح، والناس بدأت تاكل بعض والعالم هينتهي. أنا خايف يا فخر. مين؟ فخر، فخر وقعت قلبي يا فخر. يا سيد أبوس إيديك، اسكت خالص. الأحسن زمانه على وصول. هو مين ده اللي على وصول؟ المسيخ الدجال؟ هو ظهر؟ لا لا لا، الموضوع آخر. يا جماعة يا اللي هنا. أوكي أوكي. يا فخر. يا فخر. أنا هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ هو ده عفريت. ده محصل الكهرباء. وانت بتخاف من محصل الكهرباء؟ انا بقالي 8 سنين ما بدفعش كهرباء ولا زباله يا سيد. لو مسكني هيشعلقني من حواجبي. الحمد لله شكله مشي. الحمد لله. أنا همشي من هنا، واخد بالك؟ وهرجع تاني، ولو جيت وما لقيتش حد هقطع الكهرباء. أنا عارف إنك سمعني، عارف إنك سمعني، وكانت أعذر من أنظر. هقطع الكهرباء والنور كمان. طيب هو أنت لما ما بتدفعش الكهرباء بيقطعوا الكهرباء، لما ما بتدفعش الزبالة بيعملوا ايه؟ بيقطعوا عني الزبالة يا ابو السيد. يا رب يبقى ماشي يا رب. ايه؟ كيد يا خطتك يا ايه ده؟ ايه القرف ده؟ القرف يا سيد. انت اهبل يالا، هو لسه في حد بيقرا جرايد؟ بدور في الاعلانات المبوبه عن وظيفه. مبوبه؟ ما كفايه تريقه بقى يا فخر، بدور على وظيفه عشان نعرف نرجع 6 مليون دولار. وظيفه عشان ترجع 6 مليون دولار؟
ليه طالبين حراميه يشتغلوا ولا ايه؟ 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 طالبين وظيفه رجل امن بمليون دولار؟ انا شلت ازازه الريحه فين؟ يا نهار اسود. رب بيتك هتهد الاوضه. ريتاش يا ريتاش. ايه؟ ريتاش. ايه ايه؟ انت حطيتي من ازازه الريحه دي؟ ريحه يا بيئه اسمها برفيوم. مش وقت يا ريتاش، حطيتي ولا لا؟ كل ده عشان حطيت من البرفيوم بتاعك؟ لا ما حطيتش. الحمد لله. اصل انا حطيت حته على ايدي كده لقيت ريحتها تقرف ورحت رميتها. ليه الله يخرب بيتك، يا نهار اسود يا ريتاش، يا نهار اسود. يلا نزلت مفزوع من فوق وعمال تولول زي النسوان ليه كده؟ ريتاش حطت من الازازه اللي فيها فيروس الزومبي. ده ايه الزومبو ده؟ يالا